للمزيد يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نرحب بك الشيخ في نشرة الأخبار. ماذا يمثل لمملكة البحرين حصول برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد من الجمعية الإصلاحية الأمريكية بالطبع كأول جهة من خارج الولايات المتحدة؟ شكرا على الفرصة، وبداية يشرفني أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الدولي الحقيقة اللي تحقق في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة، واللي حظى باهتمام وبإشادة محلية واليوم عالمية. هذا الأمر اللي يؤكد الفكر التنموي النير لسيدي جلالة الملك وإدارته الحكيمة لمنظومة التطوير والتحديث والاعتماد على الكوادر الوطنية في قيادة التنمية. واليوم احنا نفتخر كشعب مملكة البحرين بالإنجازات البارزة اللي تحققت على أرض مملكة البحرين في كافة المجالات، ومنها هذا المجال، المجال الحقوقي. ومما لا شك فيه أن الدعم المتواصل لسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سموه بإنجاح مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة يوفر فرصة ثمينة للمستفيدين من خلال إصلاحهم وتأهيلهم وعودتهم للمجتمع واندماجهم فيه. ولا يفوتني أن أقدر عالياً دعم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وبتوجيهاته في تطوير البرامج اللي تصب في مصلحة المستفيدين وتطوير منظومة حقوق الإنسان إلى أعلى المعايير الدولية الناجحة. وأن حصول مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة اليوم أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا للشهادة الاعتمادية الدولية للمساكن المجتمعية، واللي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي يأتي متماشي مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان اللي تم إطلاقها العام الماضي، وأهمية استمرار تعزيز البنية التحتية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. وختاما يسرني أن أعرب عن شكري وتقديري لسعادة الأخ الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام إدارة عامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية على جهوده المشكورة في الاحترافية وفي الأداء والالتزام بجودة البرامج المقدمة بالأسس والمعايير العالمية، وشكرا على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا المشروع المهم. شكرا لك من واشنطن الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.